باشمهندسين. الراجل المحترم دوت معلم محمود، الراجل ده بيبدأ يقيس طول السميل عشان يقطع الحديد ويجهزه بدل ما الحديد يجي طويل او يجي قصير، فلازم المسافة بتاعت السميل تيجي مظبوطة. شكرا يا رجال. وهنا يطلع فوق يبدأ يطلب منه الطلب، شايفين؟ يبدأ يقول له انا عايز الطول 6 متر 85، يديله عدد ويديله قطر ويديله طول، ويبدأ الراجل بره يشتغل يجهز الحديد بالشكل ده، يقيس المسافة بتاعت الطول اهي. الله ينور يا معلم. كده خد، الله يكرمك، كده خد الطول اهو. بعد كده يسحب السيخ، ياخد الاعلام ويحقق الغطا الخرساني بتاعه، بعد كده يعلم العلامه بتاعته. تمام، كمل كده يا كبير بقى. يلا يا معلم. بعد كده ياخد الرجل، خلاص هو كده خد المقاس. بعد كده ياخد الرجل بعديها 40 سنتي، بعد كده يسحب السيخ، هيبدأ يقطع الأطوال اللي هو عايزها. بعد كده في نفس الوقت هيسحب السيخ ويبدا يعمل يتني الرجل بتاعت السيخ عشان يبدا يحقق الرجل بتاعت الزاويه بتاعته. هيقف الاثنين قدام بعض، تمام. هياخدوا السيخ بتاعت الشداد ويروح على التنايه، الشكل ده كده. يجي هنا المحل يبدا يسحب السيخ على التنايه، يساوي الطرف، يحقق المسافه اللي هو عايزها بتاعه الرجل، يخلف التناية، يسويهم مع بعض، بعد كده يبدأ يتني الحديد. بعد كده ياخدوا الحديد دوت وينقلوه تحت لناس شغالة تحت عشان يبدأ يحط الحديد بتاع الشداد اللي موجود. نزل بقى على طول كده يا رجاله. ويبدأ يسحب حديد وينزله الرجاله تحت بالشكل ده. بس بعد كده ياخدوا الحديد من تحت ويبدأوا يوصلوه في المكان بتاعه.